الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، الله تبارك وتعالى حومدا كفر ديالي خاصة رقيضة صلاة الجمعة الله هو إن أمري وحليها مؤمنين تيو ديما لنت الجمعة الآذامه وآذانك خطيبك مركو منبر كفوله آذانك أسوى آذانك كهرية ولو يقان آذان عثمان ووقت النبي أن شرين صلى الله عليه وسلم لكن أسوكر لي الخليفة الراشد عثمان بن عفان حاجتي مدراد أن أكر لي كاس لقموض إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لكن وحا لقوض آذانك مرك إمامك ومنبر كفوله لآدامي وكي نبيك أغاء صلى الله عليه وآله وسلم آذان كاسي مرك ودعه الله وحوري تبارك وتعالى وحاد أدك دكتان ذكر إله حقيس ومسجدك صلاة الجمعة خطبة دقيسك هذا خيراتك أدك دقا وذروا البيع إيب كان كتاك كان عسيك كتاك بيع يشراها كتاك وحسوق ليا مشاغش كله لو مشغول ودن باسوق ليس وحل وحي مشغول الدنيا اكت شغل الدنيا اكت الهي ذكرك سعاده قابله سدا سائدين خير بدن هدد اكتهين الدنيا اخره ومصلحه النساس كجرتا سدا دردد بي علماء المسلمين تو ان بدن وحي كتغن حلقا اذانك جمعه دحو إلى صلاة الجمعة اللي جت كذو، أول دميو وحي بيع يشراء يوكل إبسير دعه إنه حرايح، وحنا اللي قادنا يا وذروا البيع نهي قصي غدا أمر أمرك كوي ميت بلقى فائدة سنية. الجمعة دي إنه نمانو ومال وين وعيد أسبوعه. ومالي لوغو تلقلي إني مسلمين تو إسوغي مادان مساجدة كارهان رقل لغو واجبية دو مركا واجبكم آه مركز تو الروح مالين تو جمعة صهر مرانا ويفضل بدن تهي وقودتك كصهر ريو روح من روحو كصهر ريو كفد بدنية سيدة النبي صلى الله عليه وسلم حديث تكوت المامي إلا مركا إمامك ومن بركا فولو صغل مساجد كملائكتو أي وراقه قريسي قرالك يدواوين تا إلا بيس سيداس دردد كلما أتصهر مرتاي ويكفض بدنته ويكفي عنته وشدد هذا أن لنا وحوي يقصة كحديث تكوص عرطي نصوص توي فر بدنته هاي مساجد كمركات يمات وخد بضو بلابط محل جاجة بهي سيادة فايدة ست دت واحد شراء خد بضي فرديا مساجد كي فرديا هذا مع ذلك أشر الآن أيقول عيسو خسارية dad waxa jira laga yaabo bedelkay ajir la tagilay inay dambi la tagaan dadna wax weyn iyo khayr badan bay la gadoomayaan sidaas daradid bay laga marmaan tahay markaad masajid ka timaado khutbada dhageysigeeda inaad ilaaliso adabta iyo shuruuta aad ajirka ku helayso wanaagana aad ku xambaarsanayso dambina aad kaga badbaadayso nabigeenu salaatu rabbi wa salaamu alayhi isagu arintaas tilmaamaya ama sharaxaya أي وحي للنبي صلى الله عليه وسلم خطبة وحي ماذا وصو حاضرة صدح روح بنبي صلى الله عليه وسلم صدح نوع عودتك كم مدوي ماذا خطبة واتشوغة وفرية لكن وحي قليا لغوي وحان مناسبة هين بكو مشغولية وحي كو مشغولية إنو فريه سكو عيارة وحي كو مشغولية إنو تصبح الرقو وحي كو مشغولية إنو موبايلك لغي أبو موبايل كدت كقار كود هي إنترنت كينو كوبا تشربع خطبة دينا وصعتها بتكلو كشرع وحلقي أبو إنه ميت كلا فردي أبو الله شه كي سنة يكون مشغول سين وحن ماشة كصعدة وحن أهين بو يكون مشغول سين كاس النبي جوحي للصلوات ربي وسلام عليه ماشة يمد خطبة كم مشغولي وحيالك لكم مشغول سني ورسولك صلى الله عليه وسلم نفتيسة هي وحو ماشي كهلي ولغوي قوسمي واه
وحا او سميه وحان هين هلي مايو وخساري برك محد ميش او فديدي محد وقتي او سو لوميساي محد او فديدا سو اناد اجر هشه ما سو ان ميزانك حسنات كاغا وح كو كردان ما سو اناد الله اكتي سخير وانا كا غاد ما الا وح كلمه ما دو يمانين سداس دراهدد واناد وح كسته او خطبته كا مشغولين ايا اد كفوغات نبي جنو صلى الله عليه وآله وسلم وحيري روحي قرور حقيقة دقحة هرتي سيالة كو مشغولاي لغوي بوليمت حديث كلا النبي وحولي صلى الله عليه وسلم روحي متك قرب فردية هلا يا آمس كوي له هذا لغوي بوليمت حتى متك هو أكفر دية حمانة الصمين يداها دين لأن هول كلا تكون مشغول سنتهاي وحكى لإناد قشماها لغوي هجلن خطبة هذا جمعة هذا أشر كذي الثواب كذا يوسف وحجارين إلى شو روح والروح قيب وقيب تاسو وحكى ليكون مشغوليان أشر لأم بيتجيان لغوي جاي وح حنا السمايين أم بيكلية كهليان وحكى لكهلي مايا ساسو النبي يقول صلى الله عليه وآله وسلم قيب تلبات يصين في قلبات النبي يقول شيء صلى الله عليه وسلم والروح يمت جمعة صفر يستي لكن كم مشغولي وحن خطبتي أهين ويسكدوا عي سنة يا ذكر كلو كم مشغول سيا هاي قرآن بهذو دون إسك آخر السنة يا هؤلاء كلو كتيرة وخير خيرات كلو كتيرة النبي يقول صلى الله عليه وسلم وأن روح دعاء استي هذو دوننا إلهي وسين هذو دوننا وديدي يعني ماشي وحي بيش اللي ينا حل جن هوش يسينا ما حل والبهول بيلاضة حلي واحد شراء القرآن كلا آخرين حلي واحد شراء ذكرك كلا لقو مشغولين حلي واحد شراء دعاء لقو مشغولين حلي والبوح له ذكر جيس خاص كا وحيس خاص كاسي حلي جواح الله قط له قال دقيس كخطبة قرآن آخر سلوق مت له قالين ذكر كلا لقو مت له قالين دعاء لقو مت له قالين وأن رود دعيس إلهي هذو دون وصين هذو دون وديدي لكن خطبة يهوش هذه وحي الله يمديه شو معادي يهوش هذه كمتشرو روح الصدحات نبي قوحي صلوات ربي وسلم عليه والروح يمت خطبة ذي بو صوح حاضرة شمعة ذي بوي هاي ماذا نبي قوحي صلى الله عليه وسلم حسلوني هي دقيسي هي أولاك رارحن خطبة أيو كتيرا وحي كالوردن واسك حري درين كيسا هي فوكس كيسو وحوت شراء حق خطبة ذا وحكى لكم مشغول سنة شركي سورة واحد سنة يوردق دقاق ملح وحبكم مشغول سنة نكتيس يدقيسي سورة وحوت شراء دنك خطبة ذا بإنصات وسكور وحو نبي قدر صلى الله عليه وسلم مركو إيمان يينا أن دتك كتل تلاف سنين دتك كسوه الرئي أن كتل تلاف سنين ماشي وبنانايد اوسو غاداي بو فريستي ددك موسن كاتي لابسانين منا ديبين احد ددكي مسلمين تاهانا ان ديباتا او غيسنين اف اي ادين تونا ان ديبين واخ ديباتا لا لما كلمن خطبتي هدي بلاويتين يدي بو كو مشغولاي وخي كلو دنا وا اسكا خيداي كان نبي وخي صلى الله عليه وسلم فهو كفاره له الى الجمعه التي تليها ذنب داف باي اوتahay او ذنوبتيسا الهي كو دافيا الى جمعه سو سوتو لغا غاادو ولي النبي محمد صلى الله عليه وسلم سدح بري او زياده انا وا لوغو دريا اجر زياده اي ذنب داف زياده او 10 بري الله سينيا و النبي محمد صلى الله عليه وسلم حي لي الله با و هو يري من جاء بالحسنه فله عشر امثالها قران كريم كا روحي عمل وناكسن لي مادا هل حسن روحي لي مادا طب الله كيد بو إلهي سينيا مركة جمعة ذي هذا السيسانية أتوكت سفي عن أتوكت شروط هذا إلى ليسي خطبة ذي دقيستي وحلقو سينيا تومن بري وصوصع تدن بدافكو ذي درجات آخر حلقو سينيا ماشا سألوه كالبحي مركة مركة واحد سكا إلهليني هذا الخطبة تمادو هذا الخطبة بالله بتصح خطبه انتي صعته واحد امامك هدو منبرك كفر يستلك خطبه قوسا بالله بن ولا هل لكرا سيدا قصة قلفاء الراشدين
عمر يغير كود كسوغر دباته ملي هدو خطبته كفديستو marka khutba ayna soconina dhib male laakin haday khutbadii socoto wax kale inaad ku mashquulshahay ajirkaagii bay saameyn ku leedahay wa inaad marka iska ilaaliso dadka muslimiinta inaad dibtana iska ilaali maxay ila adiyatul mu'min illiya badanna wa ka hadalay ruuxa mu'minka dibidiisu wa dambi aad weyn saas daradid ba nabiga nu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wuxuu arkay asagoo khutbada u taagan ba nin soo galay markaas wuxuu bilaabay inuu dadka ka soo tiltilaabsado horey soo aado nabigu sallallahu alayhi wasallam isagoo khutbadii wado wuxuu ku yiri fadhiiso war fadhiiso waad soo dibnacday dadkana waad dhibaysay ka fadhiiso dadka sawt wax weey dadka in la dhiba ma aha waxa la mid ah dadka isla fadhiya oo boos la fadhiisan karo uu san dhexdooda oo lin inaad intaad kala riixdo boos riixato iyadana maya labaha kala geynin dadkana ha dhibin ha ka tiltilaabsanin dhibaato aan lagaala kulmin ajirkaaga ilaaliyo khutbadu markay dhibaato bilaabatana si saaniye u dhageyso waxa kale oo dhan iska xid ayada ku mashquul sida markaad samayso ajir buuxad la tagi dambi dhaaf buuxad la tagi darajaad baad la tagi hadii kale waad khasaareysa wa arrimo laga marmaan waa laana sa'yigeena iyo dadaalkeena in masajidka ku nimidi muslimiin baa khayr doon baynuna waxa meesha ina keenay shaqadii soo xiray ganacsiga aan uga nimid guriyihii aan uga nimid ajir baan raadinina ma bilaash ma inaa u iman ajirkeenu u nimid sidaynu ku xasilin lahayna wa qaabkaasi nabigeenu salaatu rabbi wa salaam alayhi inoo sharxay nusuustana ku timid sidaas daraadeed faa'iido kala tag khutbada jumcada waxa loogu talagalay in lagu daaweeyo muslimiinta qadaayaadkooda iyo arrimahooda gaar ahaan xaaladda marka taagan waxay u baahan yihiin in laga la hadlo aakhiradooda adduunkooda in Ilaahay lagu waaniyo waa sahay marka jumcadaasi aad sahay qaadatood wacdiga qaadato ila jumcada soo socotay ku anfici hanantana jumcada soo socoto sahay kala lagu siinaya haddii marka sahay qaadan waydood wax kale ku mashquulshahay macna waa qasaarsanta sidaas daradeed إلهي تبارك وتعالى عماش إنها أقبله وحلو بها هي إنه ميل والبشر عدو آدابتي شروطي أي دكتي أي إنه إلى لنه سي الله تبارك وتعالى أكتسى إنه وناك أجهله صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك